مش مصدقة ان احنا هنتجوز قريب. ايوه كفاية كده، احنا مخطوبين بقالنا كتير. يا ترى هنعمل الفرح بتاعنا فين؟ ايه ده، خطيبتي اتخطفت. تعال هنا. انا ملحقتش الحرامي، خطيبتي اتخطفت، انا لازم اتصرف. خطيبتك اتخطفت؟ انا عايزاك بقى تقولي مين الاعداء بتوعكو، عايزاك تقولي اساميهم وساكنين فين وبيشتغلوا ايه. بمناسبة الموضوع ده احب اقولك اللي احنا عندنا اعداء كتير. هقولك مين الاعداء. اول واحدة المديرة بتاعتها، هما كانوا شغالين في جيم مع بعض، والمديرة كانت بتكرهها لان المديرة تخينة قوي، وانا خطيبتي رياضية فكانت بتغير منها. طيب ومين التاني؟ التاني بقى كان واحد عايز يخطبها قبلي، بس هي ما وافقتش عليه وهتتجوزني انا. طيب والتالت؟ والتالت بقى دي صاحبتها، كانت متضايقة علشان خطيبتي اشطر منها. ودول كل الاعداء بتوعنا. يعني دول كل الاعداء بتوعكم؟ هو في تاني بس مش قوي يعني. خلاص خلينا نركز على دول دلوقتي. يعني كده احنا عندنا 3 احتمالات للي خطفوا خطيبتك. الله عليكي، انت ذكية جدا كده. يا اما المديرة بتاعتها، يا اما اللي كان عايز يخطبها، يا اما صاحبتها اللي كانت متضايقة منها. الله، ايه الذكاء ده، عرفتي منين؟ انا ذكية وبعرف كل حاجة لوحدي. طيب هتقدري تعملي حاجة في الموضوع ده؟ بصراحة لا، بس هنعمل اللي علينا. يعني كده خلاص مش هتعرفوا تعملوا حاجة؟ انا كده مش هشوف خطيبتي تاني. انا عايزاك تروح وتستريح واحنا هنعمل كل حاجة، ما تقلقش. ماشي، مع اني مش مصدقك. انا مش عارفة استنى كده، انا لازم ادور بنفسي على خطيبتي. انا لازم اروح للتالت اعداء بنفسي. هبدأ بالمديرة. سبحان الله، الكرش ده، انت قصدك ايه، انا عندي كرش؟ ما هو يا اما ده كرش يا اما انت حامل. على فكرة انا رشيقة جدا، ما هو باين. خلينا في المهم، فين خطيبتي؟ خطيبتك ما جاتش النهاردة، وقول لها اليوم ده مخصوم من المرتب بتاعها. ما تعمليش نفسك غبية، فين خطيبتي؟ اوعى تكوني كلتيها، ما هو البطن دي غريبة جدا. لا انا متغدية محشي. قوليلي فين خطيبتي يا اما هكسر المكان ده. انت عبيط يد، شوف جسمي وشوف جسمك، انا ممكن ابططك. قلتلك انا معرفش خطيبتك فين. انا متأكد انت اللي خطفتيها، انت مكنتيش بتحبيها. انا مش بحبها، بس مش ممكن اخطفها. انت المفروض خطبها، لازم تحميها. ازاي اتخطفت منك؟ لو كنت رياضي زيي كنت هتقدر تحميها. انا حاولت اجري وراه بس هو كان سريع جدا. ودي الحقيقة، انت خطفتيه ولا لا؟ وانا بقولك لا. هو انت شايفني مجرمة؟ شكلك مش بتكذبي. ارجوكي لو عرفت اي حاجة كلميني على الموبايل. شكلها مش هي اللي خطفتها. كده فاضل 2، هروح للي كان عايز يخطبها. انت امني، اقف هنا، انا عايز اتكلم معاك. خير، في ايه وايه اللي جابك هنا؟ انا عايزك تقول الحقيقة يا اما هضربك. في ايه يا عم، مالك متعصب ليه؟ قولي خطيبتي فين، خطفتها فين؟ ايه، فوفة اتخطفت؟ ما تقولش عليها فوفة، دي خطيبتي.
فوفا اتخطفت وانا متأكد انك خطفتها. انا لسه راجع من السفر حالا، معرفش انت بتتكلم عن ايه. وانا مش مصدقك. تعال شوف، هوريك صوري على البحر. يعني مش انت؟ ده انت كنت عايز تخطبها. ايوه بس هي رفضتني واختارتك انت، وانا ما عنديش مشكلة معاها. وارجوك سيبني بقى عشان عايز اشتغل. انا اسف، شكلي ظلمتك. باي باي. كده ما فاضلش غير صاحبتها، انا هروح اتاكد. صاحبتها مش موجودة، انا لازم اروح للظابطة، يمكن تكون عرفت حاجة. انتي بتعملي ايه؟ لقيتي خطيبتي ولا لا؟ استنى علشان برسم رسمة حلوة قوي. رسمة ايه؟ ده وقته؟ خطيبتي فين؟ انا بعت بحث كتير قوي، تأكد ان صاحبتها هي اللي خطفتها ومخبياها في مكان سري. طيب ما يلا نروح نقبض عليها. لا بصراحة انا خايفة، وبعدين انت شايفني برسم مش فاضية. ازاي خايفة؟ انتي بوليس. طيب هاتي العنوان وانا هتصرف. ماشي، ربنا معاك، ولو احتجتني كلمني. ارجوكي سيبيني اعيش، ما تموتنيش. انتي طول عمرك احلى مني، وجه الوقت انك تبي اوحش مني. هتعملي فيا ايه؟ ارجوك اسبيني، احنا كنا صحاب. لا انتي مش صاحبتي، انا بكرهك. طول عمرنا الناس بتحبك انتي وبتكرهني انا. يلا استعدي علشان وشك هيبوظ حالا. لا لا سيبيني سيبيني ارجوكي. لا 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 ارجوكي ارجوكي، حرام عليكي، حد يلحقني. فوفا فوفا خطيبتي، انت كويسه؟ جلجل انت كنت فين ده كله؟ انا كنت هموت يا جلجل، ما كنتش هتشوف الوش الجميل ده تاني. الحمد لله لحقتك يا فوفا. ايه ده؟ انت خلفته ولا ايه؟ لا دي فوفا خطيبتي، انا انقذتها. ليه انقذتها لوحدك؟ انا كنت قربت اخلص الرسم وهجيلك. نزل يا جلجل. اخيرا انت بقيتي تقيلة قوي.